في محافظة الدقهلية بيتم إنشاء مشروع الطاقة الشمسية لتطوير نظم الري، ده ضمن برنامج إدارة المياه في دلتا النيل من أجل خدمة أهالينا في هذه المحافظة. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المشروع وتأثيره الإيجابي على المزارعين. معنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على السادة المشاهدين. يعني موضوع جديد، عايزين نعرف ازاي هيتم استخدام الطاقة الشمسية في تطوير نظم الري، وايه هي يمكن أهمية ادخال الخلايا الشمسية لتشغيل الآلات، او يعني آلات الري بالتحديد. الحقيقة ان المشروع ده بيجي ضمن اهداف ورؤية مصر ل 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة قليلة التكاليف. والحقيقه انه هذا النشاط او هذا المشروع بيقلل من الاعتماد على الكهرباء كمصدر للطاقه، وكمان بيلغي تماما الاعتماد على الديزل كاحد مصادر الطاقه الاكثر استعمالا في الري او في تشغيل الات الري. فضلا عن انه المشروع كمان في الواقع هو عمل بيجسد الاستغلال الامثل ل معروف ان مصر بتمتلك اعلى سطوع شمسي في العالم، بيصل ل 1000 واط على المتر المربع. صحيح. وبالتالي فمصر كدوله رائده في هذا المجال من خلال المشروع ده، اللي ممكن يكون مشروع مبشر لمشروعات كثيره من هذا النوع في السنوات القادمه، على اعتبار ان الارتباط الوثيق دايما بيكون بين التنميه وبين مدى توافر مصادر الطاقه. وبالتالي فإن أهمية إدخال الخلايا الشمسية كمصدر لتشغيل آلات الري هو استخدام لمصادر طاقة نظيفة. أيوه. بتحافظ على البيئة، أقل تكلفة، ودي من أهم مساعي الدولة الحقيقة خلال الفترات. صحيح. اللي فاتت. صحيح. واللي متفقة مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. طيب يعني الهدف من المشروع ده هو الاستفادة بأكبر قدر ممكن من أشعة الشمس، هل هيكون ليه تأثير أيضا في يعني توفير الهدر من المياه؟ طبعا ده محور مهم من أهم محاور مشروع تطويره. يا باشمهندس هتقف في مكان في شبكة بس بعد إذن حضرتك؟ لأن الشبكة بتروح وتيجي، اتفضل. محور مهم من محاور مشروع تطوير الري الحقلي اللي بتقوم به وزارة الزراعة في المسائي ذات الملكيات الخاصة أو المسائي الخاصة، بهدف تحسين أساليب إدارة المية وزيادة كفاءة استخدامها، وبيكون له أثر كبير في العوائد المتحققة من وحدة من إدارة وحدة الأرض والمياه. فمثلا لو أنا عندي كان كفاءة الري بالغمر توصل لحوالي 50%، فهذا التطوير بيرفع كفاءة استخدام المياه لتصل إلى 70-80%. وزي ما هو مخطط ان عمليه التطوير في دلتا وفي الاراضي القديمه محافظه الدقهليه بيوفر حوالي المفروض 7 مليار متر مكعب اللي هيتم ضخها في مشروعات التوسع الافقي. زي ما هو معروف ان الحكومه بتقوم بتنفيذ مشروعات استصلاح اراضي جديده زي مشروع الدلتا الجديده اللي بيعد مشروع القرن، مشروعات استصلاح 1.5 مليون فدان، واللي بتحتاج مياه لعملية زراعتها وعملية تطوير الري الحقلي لتوفير هذه المياه، أصبح ضرورة لزراعة هذه الأراضي الجديدة. صحيح. بنشكرك يا دكتور، الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة في محافظة الدقهلية، شكرا جزيلا لحضرتك.